النهارده هيبدأ تطبيق مواعيد غلق المحال الجديده وفقا لقرار اللجنه العليا لتراخيص المحال، وهيبدأ تطبيق المواعيد الجديده بدايه من النهارده حتى يوم 26 سبتمبر موعد انتهاء طبعا التوقيت الصيفي. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وباهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم، وصباح الخير على حضرتك. صباح النور يا دكتور. بدايه لما نيجي نتكلم عن المواعيد، كل المحال هتغلق الساعه 10 كل حاجه، ولا في حاجه هتبقى في مواعيد مختلفه؟ يعني خلينا يعني نبتدي كده استكمالا لما انتهت اليه اعمال اللجنه العليا لتراخيص المحال العام الخميس الماضي بمقر وزاره التنميه المحليه، ودي علشان كانت تدرس مواعيد فتح وغلق المحال والمولات على مستوى الجمهوريه بحضور وزارات الدوله المصريه التنميه المحليه، الداخليه، التخطيط والاسكان والصحه والعمل والماليه والبيئه، وهيئه سلامه الغذاء واتحاد الغرف التجاريه المصريه، وكذلك الجهات ذات الصله، وبالعرض على دوله رئيس مجلس الوزراء. وافق سيادته على ما انتهت اليه اللجنه العليا لتراخيص المحال العام على ان تكون التوقيتات الجديده كالتالي. هناك اكثر من تصنيف طبعا طبقا لقرار السيد وزير التنميه المحليه رئيس اللجنه العليا للمحال العامه 247 ل 2024، وان شاء الله باذن الله تعالى هنبتدي نكون مواعيد فتح المحال التجاريه يوميا خلال الفتره من اليوم ان شاء الله حتى نهايه يوم الخميس الاخير من شهر سبتمبر القادم. المحال التجاريه هتبتدي 7 صباحا على ان يتم الغلق الساعه 10 مساء، وبيتم زياده التوقيت ده يومي الخميس والجمعه ايام الاجازات والاعياد الرسميه بحيث انها تغلق الساعه 11 مساء، وكده يكون التخفيف ساعه واحده فقط عن المواعيد الصيفيه المعمول بيها. ثانيا، مواعيد فتح المولات التجاريه دي هتفتح من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 12 منتصف الليل، والتوقيت ده هيزيد لمده ساعه ايام الخميس والجمعه والاجازات والاعياد الرسميه. ثالثا، فيما يتعلق بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات خلال الفتره دي اعتبارا هتكون من 6 صباحا على ان يتم الغلق الساعه 12 منتصف الليل، مع استمرار طبعا كما هو خدمات الدليفري والتيك اواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ال 24 ساعه. وبالنسبه للمطاعم والكافيهات وكمان بيتم التوقيت ده زيادته بمقدار ساعه يوم الخميس والجمعه من كل اسبوع وفي ايام الاجازات والاعياد الرسميه. طبعا الورش كما هي من 8 صباحا ل 7 مساء، اما الورش اللي موجوده في محطات البنزين وعلى كمان على الطرق السريعه خارج الكتل السكنيه، اللي خارج الكتل السكنية واللي موجودة على الطرق السريعة دي طبعا لطبيعة خدمتها العاجلة للمواطنين فهي بتعمل كما هي. يستثنى من هذه المواعيد الجديدة يا فندم لغلق المحال التجارية، بيستثنى منها محلات البقالة، سوبر ماركت، المخازن، الأفران، كذلك الأمر محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وده مراعاة للخدمات الهامة اللي بيتقدمها للمواطنين على مدار الساعة إن شاء الله تعالى. وزي ما أكد مع الوزير اللي هو هشام أمل وزير التنمية المحلية إن اللجنة العليا لتراخيص المحل العامة هتواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة إن شاء الله لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المواعيد الجديدة للمحال وال المولات التجارية. وطبعا من الأهمية بمكان طبعا بالنسبة للمولات والمطاعم والكافيهات وكده علشان يعني الصيف وخروجات الناس وحاجات يعني اللي بيحصل في المولز وفي الكافيه بيطبق على المحال العادية، مش هيحصل أي في فرق في المواعيد. بالظبط كده يا فندم، وخلينا نقول لحضرتك انه من الاهميه بمكان ناكد على المواعيد دي بحيث ان احنا كلنا مع بعض نتعاون فيما يختص بتطبيق هذا الامر. طيب الويك اند او نهايه الاسبوع او ايام الاجازات، هل المواعيد دي هتستمر ولا ممكن يكون في نوع من انواع الاستثناء بالذات لاماكن التجمعات اللي الناس بتبقى فيها خارجه وعايزه يعني تقضي ويك اند سايد؟ بالظبط كده يا فندم، يعني بتزيد ساعة في أيام الخميس والجمعة اللي هي الويك إند وكذلك الأعياد والمناسبات الرسمية يا فندم. طيب دكتور خالد، إزاي هيتم متابعة تنفيذ هذه القرارات؟
كما تعلم حضرتك القرار الخاص ب 456 لسنة 2020 خاص بمواعيد الغلق والفتح، احنا متطبقة من سنة 2020 وقائمين عليها على مستوى المحافظات المصرية سواء مراكز ومدن وأحياء. طبعا المحافظات السياحية واللي لها الطابع الخاص بتاعتها، السادة المحافظين طبعا بيرفعوا لرئيس اللجنة العليا للمحل العامة كما هو معتاد، بحيث يراعى هذا الأمر في بالنسبة للطبيعة الخاصة بيه. طيب ناس ما التزمتش، الناس ما التزمتش هيبقى هيتم التعامل معاهم ازاي؟ احنا طبعا بنطبق القرار ده زي ما قلت لحضرتك من 4 سنين، وبالتالي آلية التطبيق بالنسبة لأصحاب المحال هم عارفينها، وأصحاب المراكز والمدن والأحياء كمان زملائنا العاملين عليها. أول حاجة فندم في التطبيق احنا بنأكد على التنبيه، فبالتالي بيتم الإنذار الأول، بعد كده توقع الغرامة المالية في المرة الثانية، في المرة الثالثة بيبقى غلق لمدة أسبوع، المرة الثالثة بيبقى أسبوعين، المرة الرابعة بيبقى غلق ولا يستطيع أن هو يفتح إلا بعد موافقة المركز التكنولوجي ومراجعة كافة الإجراءات والتراخيص الخاصة به. وإحنا ما نتمناش ده لحد، لأن إحنا جميعا بنعمل لمصلحة البلدية. طيب هذه القرارات يا دكتور بتطبق على الجميع، على القرى وعلى المدن والمراكز أيا كانت المدينة كبيرة أو صغيرة، بتطبق في كل المحافظات مظبوط؟ بالضبط كده يا فندم، بتطبق على كافة المحافظات كلها يا أستاذ محمد، وبالتالي إحنا يعني على مستوى المحافظات سواء المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى، الكل بيطبق القرار يا فندم. عظيم، كل الشكر ليك دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. طبعا احنا بنتمنى من الكل ان هو يلتزم بهذه القرارات، لانه ده قرار واجب التنفيذ، ما فيهوش فصال يعني زي ما بنقول، فيجب انه الجميع يلتزم بالمواعيد المقررة. مع الوضع في الاعتبار ان الصيدليات وما اشبهها هيكونوا مستثنين من القرار، فالموضوع قابل جدا للمرور يعني كلها كم يعني يوم وموسم الصيف يخلص ونقلل من الاحتياج للتخفيف.